لأن الخير أساسه نية طيبة في القلب وخطوة حقيقية في الميدان. نحن في مؤسسة حماية بن راشد النعيم الخيرية خلينا الخير يدق بابك والعون يكون وياك من أول خطوة، علشانك طورنا خدماتنا وأصبحت إلكترونية، ومن خلالها تكون يدنا ممدودة لك من البداية. وكل ما عليك هو أنك تدخل على موقعنا الإلكتروني أو أنك تحمل تطبيق المؤسسة وتدرج بياناتك المحددة في قسم التسجيل الجديد بحال كنت تسجل لأول مرة، وعقب تدرج بياناتك المحددة عن حالتك في قسم الطلب الجديد وترفق وياها الوثائق المطلوبة بحال كنت تطلب الدعم. خدمة تقديم طلبات الدعم الإلكترونية من مؤسسة حماية بن راشد النعيم الخيرية تيسر عليك الطريق وتفتح لك باب العون من أول خطوة.